Welcome to Acquire Arabic by Listening. Our lesson today, Learn Arabic at the Bank. First, we will learn the most important vocabulary at the bank. Then, we will learn four conversations at the bank. Number one, opening a bank account. Number two, making a deposit. Number three, making a withdrawal. Number four, using the ATM. If you like the video, please subscribe, share and like. Please, it's very important that you repeat after me. Let's get started. أهم مفردات المصرف. أهم مفردات المصرف. رصيد. رصيد. الرسوم المصرفية. الرسوم المصرفية. دفتر الشيكات. دفتر الشيكات. بطاقة الائتمان. بطاقة الائتمان. حساب جاري. حساب جاري. حساب إيداع. حساب إيداع. الفائدة. الفائدة. الوديعة. الوديعة. سجل المعاملات في الحساب المصرفي. سجل المعاملات في الحساب المصرفي. سحب. سحب. آلة الصرف الآلي. آلة الصرف الآلي. مال النقدي. مال النقدي. دين. دين. ضريبة. ضريبة. فتح حساب في المصرف. فتح حساب في المصرف. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. كيف بإمكاني مساعدتك؟ أود أن أفتح حساب في المصرف. كيف بإمكاني مساعدتك؟ أود أن أفتح حساب في المصرف. ما نوع الحساب الذي تود أن تفتحه؟ أود أن أفتح حساب جاري. ما نوع الحساب الذي تود أن تفتحه؟ أود أن أفتح حساب جاري. هل تود أن تفتح حساب إيداع؟ هذا جيد. هل تود أن تفتح حساب إيداع؟ هذا جيد. لتفتح هذه الحسابات عليك أن تودع 1000 جنيه على الأقل. سوف أودع 5000 جنيه. لتفتح هذه الحسابات عليك أن تودع 1000 جنيه على الأقل. سوف أودع 5000 جنيه.
سوف أفتح لك الحسابين الآن. شكرا جزيلا. سوف أفتح لك الحسابين الآن. شكرا جزيلا. عمل إيداع. عمل إيداع. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. هل لي أن أساعدك؟ أود أن أودع 1000 جنيه. هل لي أن أساعدك؟ أود أن أودع 1000 جنيه. في أي حساب تريد أن تودع؟ أريد أن أضعه في الحساب الجاري. في أي حساب تريد أن تودع؟ أريد أن أضعه في الحساب الجاري. هل تحتاج شيئا آخر؟ لا شكرا لك. هل تحتاج شيئا آخر؟ لا شكرا لك. عمل سحب. عمل سحب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف لي أن أساعدك؟ أريد أن أسحب مبلغا من النقود. كيف لي أن أساعدك؟ أريد أن أسحب مبلغا من النقود. كم من النقود تريد أن تسحب؟ أريد أن أسحب 1000 جنيه. كم من النقود تريد أن تسحب؟ أريد أن أسحب 1000 جنيه. من أي حساب تريد أن تسحب؟ من الحساب الجاري. من أي حساب تريد أن تسحب؟ من الحساب الجاري. تفضل. شكرا جزيلا. تفضل. شكرا جزيلا. استخدام الصراف الآلي. استخدام الصراف الآلي. علي أن أستخدم الصراف الآلي. هل هناك مشكلة؟ علي أن أستخدم الصراف الآلي. هل هناك مشكلة؟ لا أعرف كيف أستخدمها.
أستطيع أن أريك كيف تستخدمها. لا أعرف كيف أستخدمها. أستطيع أن أريك كيف تستخدمها. وكيف أستخدمها؟ عليك أن تضع بطاقتك في الآلة. وكيف أستخدمها؟ عليك أن تضع بطاقتك في الآلة. وماذا بعد ذلك؟ أدخل رقمك السري. وماذا بعد ذلك؟ أدخل رقمك السري. ثم ماذا؟ ستتبع التعليمات التي ستظهر على الشاشة بالتتالي، وهذا كل شيء. ثم ماذا؟ ستتبع التعليمات التي ستظهر على الشاشة بالتتالي، وهذا كل شيء. شكرا لمشاهدتكم.